دار جدي مطفأة هي النوافذ الكثار، وباب جدي موصد وبيته انتظار. وأطرق الباب فمن يجيب يفتح، تجيبني الطفولة الشباب منذ صار. تجيبني الجرار جف ماؤها فليس تنضح، بويب غيري أنها تذرذر الغبار. مطفأة هي الشموس فيه والنجوم، الحقب الثلاثة منذ أن خفقت للحياة. في بيت جدي ازدحمنا فيه كالغيوم، تختصر البحار في خدودهن والمياه. فنحن لا نلم بالردى من القبور، فأوجه العجائز أفصح في الحديث عن مناجل العصور. من القبور فيه والجنائز، وحين تقفز البيوت من بناتها وساكنيها من أغانيها ومن شكاتها. نحس كيف يسحق الزمن إذ يدور. أتشتهيك يا حجارة الجدار، يا بلاط، يا حديد، يا طلاء؟ أتشتهي التقاؤكن مثل ما انتهى إلي فيه؟ أم الصبا صبايا والطفولة اللعوب والهناء؟ وهل بكيت أن تضعضع البناء وأقفر الفناء أم بكيت ساكني؟ أم أنني رأيت في خرابك الفناء محدقا إلي منك من دمي، مكشرا من الحجار أي برعمي؟ برعم الردى غدا أموت، ولن يظل من قواي ما يظل من خرائب البيوت. لأنشق الضياء، لا أعطعد الهواء، لأعصر النهار أو يحضنني المساء. أساطير من حشرجات الزمان، نسيج اليد البالية، رواها ظلام من الهاوية وغنى بها ميتان. أساطير كالبيد ماج السراب عليها وشقت بقايا شهاب. وأبصرت فيها بريق النضار يلاقي سدى من ظلال الرغيف. وأبصرتني والستار الكثيف يواريني عني فضاع انتظار.